شلونك يا بن مخلب؟ شلون راسك عقب وقعت البيت يا بن ذهاب؟ مثل راسك يا بن مخلب. بن مخلب خير يا ابو رمح؟ اقهوى يا بن مخلب. قلت بن مخلب وش صبها للبيارك. انا تقهوينا يا برمح. فنجان زياده ما يضر. تطلق المروه من روسنا، ما نشربها من يد بن مخلب. لا يا برمح لا. شفت انهم احسن منك؟ ليه صديت على الرجال وهو ببيتي ويقول لك شلونك؟ رسولي المعزيب. اقعد ابو رمح، جبتنا ببيتك تهيننا وحنا ربعك؟ ليه جبعت بن ذهاب معك؟ يا مطرش المكتوب واسمع كلامي، كف السوالف وادمح اليوم ما صار. مرسولك اللي جاب لي للسلامي ما فيه عن رد القصايد والأخبار. اللي جرع ظلم الزمن ما ينامي، ما ينفعه كثرة التمني والأعذار. ولا انت خانة لا حشا ما يضامي، وسلومنا ما نقبل الظلم والعار. والله وحق اللي سقى كل ظامي، اللي يسوق الغيث ويجيب الأمطار، حنا سبقنا للقنص كرامي، وحنا عفينا والعفو طبع الأحرار. الغدا جاهز، تفضلوا. ابن مخلب عمى بعينك بوجهي يا برمح. العذر يا العذر يا شيخ. أبدل الثياب وجهكم. عبد الله جمل بارك بين الجمال. قالوا له ليه بركت ما تشوفنا واقفين؟ التفت وقال لأن حمولكم كلها على ظهري، ما تشوفون ظهوركم خالية. الحمل اللي على ظهري ثقيل يا رمح، ثقيل. من هو يا شيخ؟ سيار. سيار؟ وش ذو عنا ليه؟ الجهاد مذبح أخته وذبحوه، لكن الله سبحانه وتعالى أحياه. حنا؟ عليش؟ على كيس ذهب. والله إن كيس التراب عندي أغلى من كيس الذهب. هذا دهيم مو الجهادم، هذا دهيم الخسيس. على حد علمي أبوك موصيهم على هالسواية، دهيم ربع جهادم. على كل حال لو قبضتوه قبل صلاة إذا الدية تسد، لو حلالي كلها أنا سدات. كرامة الرجال بوجهك وبوجه ديمان. أبوي ما راح يقبل دية، ما راح يرضى غير بالقصاص. أنت ما قصرت يا رمح، لك عندنا وحدة واللي لكم علينا. منتم حاسبينه يا شيخ؟ هذيك غير.